حساب فلاسفة ريزيدنت إيفل على منصة إكس نشر، ووفقاً لمصدر الحساب الخاص، إنه ليون كينيدي سيكون الشخصية الأساسية في مقدمة الجزء التاسع. وإذا صدق هالشي فهذا بيأكد توقعي السابق اللي نزلته على تيك توك من فترة. سادس توقع والخاص بالتيك توك هو بطل الجزء الجديد حيكون ليون إس كينيدي وليس كريس، لسببين مهمين. أول سبب، شعبية ليون أكبر من كريس في الوقت الحالي، وهذا إشي مهم بالنسبة لكابكوم لأنه بالنهاية بدها تبيع، وموضوع الشعبية بيلعب دور مهم أكيد. تاني سبب، واضح إنه كابكوم عم تبني شعبية كريس أكتر وأكتر، وحتخليه بمستوى شعبية ليون لأنه بالنهاية هو بطل السلسلة الأول، يعني كريس عم ينعمل له ريميك لشعبيته، وعودة ويسكر حتخدم بقوة عودة شعبية كريس لأن ويسكر بيعتبر كريس ألد أعدائه. وبالنسبة للجزء التاسع، الكيمياء الرهيبة اللي كانت بين جيل وليون في فيلم Resident Evil Death Island أعتقد كانت تمهيد لأبطال التاسع، يعني جيل احتمال تكون موجودة مع ليون في الجزء التاسع، يا إما سيناريوهين منفصلين وهذا الاشي اللي انا بفضله زي Resident Evil 2 Remake، او شخصية مساعدة مثل ايدا. هلأ اذا لاحظتوا بقولك ليون حيكون في مقدمة اللعبة، هذا معناه انه احتمال ما يكون لوحده وفي حدا تاني معاه في اللعبة، وهذا اشي منطقي صراحة، خاصة انه الجزء التاسع سيكون الاضخم والاكثر طموحا. من جهتي اتمنى الشخص التاني يكون جيل فالنتاين، لان بعمرهم ليون وجيل ما اجتمعوا مع بعض في السلسلة، وبفيلم Death Island الكيمياء بيناتهم كانت حلوة وحسيت بالباقي لهم يجتمعوا مع بعض في لعبة. ولكن في سبب آخر بيزيد من أهمية وجود جيل مع ليون في الجزء التاسع. برأيي جيل هي أفضل مرشح للعب دور الخطابة إمزيكي في حال رفض أبو أيدا ليون، لأن يمكن بيشوف ليون مش سلوي بلدهم وغريب عليهم، وهون جيل بتقوم بدور الكفو وبتقنع أبو أيدا بليون وبتقوله يا رجل ليون هذا خيرة الشباب، أنقذ العالم أكثر من مرة ومعاه مضادات حيوية لللاس بلاغاس، ومش بس هيك دفع مهر أيدا الأمبر في الجزء الرابع ريميك وبيعمل حركة السوبلكس يا رجل، يعني مميزات بتتمناها أي بنت. وهون بوافق الأب وبخلص هذا التشابتر في اللعبة واللي اسمه العشق المروح. أوكي خلينا نكمل جد. منشور الفلاسفة كمان بيقول إنه أحداث اللعبة حتكون في 2025، يعني بعد 4 سنين من أحداث الثامن، يعني مستحيل التاسع يكمل قصة كريس وملاحقة البي اس اي اي، لأن ببساطة كريس مش حيستنى 4 سنين، وفي نهاية الثامن واضح إصراره على ملاحقتهم، فهذا الفراغ بين الثامن والتاسع على الأغلب حيغطيه جزء فرعي يسلط الضوء على كريس والبي اس اي اي، وهذا الموضوع برأيي حيكون متأخر وحيسبق العديد من أجزاء ريزيدنت إيفل. وآخر شيء ذكروا المنشور إنه من المتوقع إصدار Resident Evil 1 Remake في 2026، لأن عام 2026 حيوافق ذكرى مرور 30 سنة على سلسلة Resident Evil، وبرأيي ما في أحلى من هيك مفاجأة إنه يتم عمل ريميك للجزء اللي كان بداية ظاهرة Resident Evil. بحب أكد وأذكر إنه هذه الأخبار مصدرها ليس كابكوم بشكل مباشر، يعني ممكن لسبب أو لآخر كابكوم تغير مخططاتها وكل هذه الأمور اللي حكينا عنها تتغير. نيجي هلأ لتوقع وصلت له بناء على تحليل بسيط. كابكوم واضح إنها بتشتغل على أكثر من عنوان لريزيدنت إيفل بشكل متوازي ومن فترة طويلة، لكن مش كل العناوين حتحتاج 7 و8 سنين زي التاسع. وواصلني إحساس إنه الشغل في كابكوم ماشي بسلاسة ما شاء الله. اللي بدي أوصل له إنه عندي إحساس إنه هذه السنة 2024 اللي إحنا فيها حالياً حنلعب إشي جديد لريزيدنت إيفل، مش التاسع ولكن عنوان جديد. البعض ممكن يسأل طيب شو بتتوقع العنوان الجديد؟ هلأ هون أنا رح أجاوبك، بتوقع نلعب ريزيدنت إيفل زيرو
ريميك، والسبب هو ألبرت ويسكر. ألبرت ويسكر شفناه شخصية شريرة في الرابع ريميك، وبرأيي ما في أفضل من زيرو ريميك لحتى نشوف شو بدايات هذا الشر. وبرأيي كمان زيرو ريميك هو أفضل بداية وتمهيد لون ريميك إذا صدق التسريب. وبس يا جيكس، هذا كل اللي عندي حالياً. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وبهمني جدا أعرف رأيكم في التعليقات. أنا بتشكركم كتير للمشاهدة، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.